بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أتكلم في السيشن ذات الجمعة عن نوع سيرش. سيرش ده تخص بالسيرش، الكلمات اللي السيرش محركات البحث يعني، أو كلمة أنت عايز تسرش عليها يعني. شكلها في الفيلد بيبقى بالشكل ده تجمع. تاني الجانب الوظيفي بتاع القصة والفرق ما بينها. طيب أنا رحت لموقع جميل خالص اسمه معمل ألوان، يعني واقع من ضمن المواقع التصميم بتاعه بجد روعة، حاجة كده احترافية. الناس بتتكلم عن اليو اي واليو اكس، وبتتكلم عن مجال التصميم بشكل عام، ويعني شوف كده انت وحاول تتعامل مع التايبوجرافي اللي هم مستخدمينها. يعني الجماعة بصراحة مصممينه بشكل جميل جدا. واحد من ضمن المواقع الريكومندد انا بنوصي دي بان احنا نتابعه ونشوف الناس دي بتكتب ايه، ومتصنف رقم واحد في فترة من الزمن. هو بقى تقريبا من 2012 موجود، يعني في تقريبا بقى له 4 سنين لايف، واخد رقم واحد في ارابيسك مسابقة. يعني في شخصية تقريبا ورا بتعمل مسابقة اسمها ارابيسك كل سنة تقريبا بخصوص افضل مدونة عربية، وبيبقى فيه تصويتات وكلام زي كده يعني. فده اتاخد سنة ان هو رقم واحد من حيث المقالات والمجموعة اللي بتكتب والتنظيم والجانب الجمالي، فبجد أمره جميل جدا. الشاهد من القصة بتاعي أدي ابحث، لو أنا ضغطت عليها، لكن أنا كنت مدور قبل كده بيو إكس. طب هو جاب لي ليه القصة ديت يو إكس، على الرغم إني على فكرة أنا ما حفظتهاش كريكومندد، بس هو لأني نوع الفيلد ده كان عبارة عن سيرش، فهو البراوزر يا جماعة بيحاول يفتكر الكلمات اللي انت كنت سرشت عليها. انا طبعا ما عنديش كلمات سرشت عليها قبل كده، لاني الحمد لله بحاول افضي اول باول الحاجات ديت، ده من باب السلامة يعني، بس مش اكتر. طيب ديت نقطة بخصوص الجانب الوظيفي للقصة سيرش. انا عايز اقول نقطة تانية بصراحة، والواحد يعني اذا ما بتسمحوا للناس اللي بتشوف الفيديو مش هاخد من وقت حضراتكم كتير يعني، يا دوبك دقيقة. كان في استبيان صغير عملوه الجماعة بخصوص ال ايه نوعية التدريب اللي بتعتمد عليه علشان تديفلوب السكيلز بتاعك. أعلى نسبة تصويت تعلم ذاتي يا جماعة، سيلف ليرنينج. أقل نسبة تصويت شهادة جامعية في التصميم يا جماعة، يعني 7%. ده الفرق ما بين ده وما بين ده. اللي انا اقصد اقوله يعني انت مش شرط تبقى هندسه ما اعرفش ايه، ولا مثلا مش عارف قسم ايه عشان تدرس ويب وتدرس تصميم، ولا عادي ناس عادي. التصويت شاهد، نسبه كبيره جدا من الناس بتشتغل سيلف ليرنينج، ونسبه قليله جدا من الناس اللي اشتغلت في المجال بشكل براكتيكال او بشكل رسمي شويه يعني. بس الناس النسبه الكبيره حابه المجال، وهتلاقي في منهم نسبه كبيره جدا برضه في فريلانسرز وكده. وبص انت دور كده على اسامي الشخصيات اللي حوالين منك، هتلاقيهم مش شرط ان هم يبقوا معاهم شهاده جامعيه في تخصصهم. يبقى في معرفش انا ايه يعني ما بين التخصص وما بين الحاجه اللي انت عايز تدرسها بشكل شخصي يعني، او انت حابب انت تدرسها. طيب الجانب، وانا اسف بالله يا جماعه، ربنا يبارك لكم يا رب، خلي الحته اللي انت حابب تشتغل فيها يعني، خلي شغلك شغفك، الحاجه اللي انت حاببها اشتغل فيها. يعني اللهم خير، ربنا يستر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.